هاي بنات، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بالف خير. انا عارفه ان كل حاجه متعاده، الميك اب ده متعاد، السيت اب اللي انا قاعده فيه ده متعاد، بس عشان الفيديو ده صورته لكم بعد الفيديو اللي نزل قبل ده اللي هو بتاع الميك اب الشتوي. ولو ما كنتوش شفتوا الفيديو دوسوا على اللينك ده، كنا بنتكلم فيه في موضوع مهم فلازم تروحوا تشوفوا الفيديو ده. المهم كان قبل كده بنات كتير قوي قالوا لي دعاء عايزين نعرف الطريقه اللي بتشيلي بيها الميك اب. انا عارفه ان الموضوع بالنسبه لناس كتير هو بتشيلي ميك اب، يعني عايز استفدنا ايه يعني؟ بس صدقوني شيل الميك اب ليه اسس، يعني ما ينفعش تشيلي الميك اب كده وخلاص. بصوا انا جربت كل الطرق لازاله الميك اب وازاله الرموش والفاونديشن والحاجات اللي هي التقيله قوي اللي مش بتتشال بسهوله. جربت مزيل الميك اب اللي هو بتاع غرنيه اللي بالزيت، وجربت المزيل الميك اب اللي هي الوايبس بتاعه جونسون، وجربت مزيلات ميك اب كتير جدا 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 جدا، بس ما لقيتش غير هي طريقه واحده بس اللي مريحاني ان انا اشيل الميك اب وفي نفس الوقت رموشي ما تتاذيش من فك الرموش، بشرتي ما تتاذيش من كتر الدعك اللي انا بقعد ادعكه فيها وانا بشيل الميك اب، ان كان بقطنه او ايا كان الوسيله اللي انت بتستخدميها، كل ده دعك في عينك زياده عن اللزوم. فالنهارده هوريكم ازاي بشيل الميك اب بتاعي، وفي نفس الوقت هوريكم نايت سكين كير روتين، لان انا خلاص شويه كده وهنام، فخلاص بقى بشيل الميك اب عشان اتقلب على طول. فبس هوريكم نايت سكين كير روتين، وهوريكم ازاي بشيل الميك اب. بس ما تنسوش قبل ما نبتدي الفيديو تعملوا لايك للفيديو، تشتركوا في القناه دي والقناه الثانيه بتاعت الفلوج، وكمان تعملوا لي فولو على انستغرام من الصفحه او الصوره اللي بتظهر على الشاشه، ده الاكونت بتاعي. وبس كده يا حلوين، يلا بينا على طول نبتدي. اوكي يا حلوين، اول حاجه بعملها هي اني بشيل العدسات. اوعي تشيلي الميك اب وانتي حاطه العدسات، حرام عليكي يعني، حرام عليكي عينيكي وحرام عليكي. اوكي حلوين، وده خلاص بعد ما شلت العدسات زي ما انتم شايفين. نوت يعني لازم اقولها قبل ما نكمل. دلوقتي انا حاشين الميك اب، تمام؟ بالنسبه للبنات اللي هو بتوع شكلك مختلف خالص من غير ميك اب، ايه ده انت مختلفه قوي وشكلك صعب قوي من غير ميك اب، شكلك عيانه قوي من غير ميك، عارفه كل الكلام ده، وفروا على نفسكم كتابه بالكيبورد. اوكي، انا الحمد لله الحمد لله الحمد لله بحب شكلي بميك اب ومن غير ميك اب، فكلامكم ملوش لازمه بالنسبه لي. نيجي بقى لشيل الميك اب. زي ما انتم شايفين انا حاطه رموش، حاطه روج، حاطه فاونديشن، حاطه كل حاجه ممكن تتخيلوها ما تتخيلوهاش. الحاجه اللي انا هشيل بيها الميك اب هي ارخص حاجه موجوده في الدنيا، وهي الزيوت. اي زيت. انا كنت بشيل الاول بزيت الارجان عادي جدا تقدري تشيلي بيه الميك اب، ودلوقتي بشيل بزيت جوز الهند بتاع باراشوت جولد او باراشوت، بس هو مكتوب عليه باراشوت بس. اوكي، ده زيت مكتوب عليه زيت جوز هند نقي 100%. بعمل ايه بقى؟ انا بحط كده شويه زيت على ايديا وبسيح المكياج. ازاي كده؟ الزيت بيفتت جزيئات الميك اب كده. طبعا اكسكيوز المنظر اللي هيحصل دلوقتي، بس احلى حاجه في الزيت ان هو بيفتت جزيئات الميك اب، فانت كانك بتدهني كريم على وشك، ما بتاذيش بشرتك، مش بتقعدي تدعكي فيها بقطن ولا الكلام ده كله، فالموضوع بيبقى سهل جدا 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 جدا. صدقوني جربت كل حاجه كل حاجه، مفيش حاجه ريحتني في ازاله الميك اب قد الزيت. الزيت يا جماعه سحر ورخيص. اي زيت عندك، حتى لو زيت مثلا زيت زيتون عادي جدا. انا احط شويه كمان اوريكم بقى بفك الرموش ازاي كده. شايفين يا بنات؟ انا هطلع لكم الرموش في ايديا دلوقتي، وشايفين انا بمشي على عيني بالراحه جدا، الرمش اتفك بكل سهوله. وموضوع ان انت اصلا تشدي الرمش من على وشك ده حاجه مؤذيه جدا جدا. وتبدأي بقى تسيحي الماسكارا. اما بنمسح عينينا بالوايبس او حتى بالقطن بنبقى يعني جامدين قوي على عينينا واحنا بنمسح، عشان كمان لو الماسكارا ووتر بروف تعرفي تطلعيها من غير ما تأذي الرموش. فشايفين يا بنات انا بعمل ايه؟ بمشي الزيت كده زي ما بمشي الماسكارا، فبيفتت الجزيئات بتاعتها. وده يا بنات بعد ما خلاص سيحت كل الميك اب من على وشي، هاخد بعد كده ميك اب وايبس. تقدري تقومي عادي تغسلي وشك على طول، بس انا ملمس الزيت مع الغسول ما بحبوش خالص، فلازم اشيل الزيت الاول من على وشي. بس طبعا انت بتمشي الوايبس على وشك مش بتعملي له ترخل، مش بتدعكي. فزي ما انت شايفين كده يا بنات
انت مش بتضطري بقى ان انت تقعدي تدعكي في وشك عشان تطلعي منه الفاونديشن، انت خلاص سيحتي الفاونديشن فبقى سهل ان هو يتشال بالوايبس. وزي ما انتم شايفين يا بنات شلت الميك اب كله بوحده وايب واحده بس، بدل ما تقعدي تعملي 100 واحده يبقى استفدتي ان انت وفرتي كميه الوايبس والمناديل او الحاجات اللي انت بتستخدميها كتير لبشرتك، وفي نفس الوقت بشرتك ما اتهلكتش ان انت قعدتي تدعكي في عينيكي وعينيكي تخرج حمراء من بعد ما تقعدي تنضفي بشرتك. دلوقتي بقى انا هقوم اغسل وشي. انا بستخدم الغسول المفضل اللي مهما قعدت اتكلمت عنه سنين مش هيوفي حقه لانه بيريحني، وهو الغسول ده بتاع كيوفي. فهروح اغسل وشي وانضفه كده كويس. ممكن استخدم كلينزر، يعني عادي استخدمي بقى كلينزر او ما تستخدميش از يو لايك، بس انا ممكن استخدم كلينزر معاه. هغسل وشي وارجع لكم تاني. اوكي حلوين، وده بعد ما خلاص غسلت وشي. والله وشي نور، والله وشي نور. اللي مشيت من شويه غير اللي رجعت دلوقتي. ده بعد ما غسلته بس بالغسول بتاع كيو في. نيجي بعد كده للتونر. انا عندي اللي هي القطن المدور ده، وبعد كده هستخدم التونر ده من عند بيكسي. بصوا بعتنهولي ومكتوب عليه دعاء. الاحراج. المهم بقالي فتره مش كبيره، يعني بالظبط بقالي 4 ايام بستخدمه. لسه يعني ما عنديش صوره كامله عنه، بس كل اللي بلاحظه هوريه لكم دلوقتي ان مجرد بس ما بمشيه على وشي بحس ان هو كانك رطبتي وشك. عارفين الاحساس ده؟ فعلا بيدي جلو للوش. يعني بصوا شايفين، يعني مش عارفة ده احساسي انا، يعني اللي جربه يكتب لي تحت في الكومنت، لان انا اول مرة اجرب التونر بتاع بيكسي ده، فاكتبولي بيعمل معاي كنتو ايه. بس ده الحاجة الوحيدة اللي انا ملاحظاها. بعد كده باخد نقطة او نقطتين من زيت الارجان وبستخدمه as a serum. نقطة يعني قولي 3 وكده، وببدأ اتابعه على وشي كده. بصراحه بيخليني بشرتي حلوه. يعني عارفين اما تستخدموا طريقه مريحاكوا، انا حاسه ان ايه الطريقه دي مريحاني. الطريقه اللي انا بوزع بيها اي حاجه على وشي، ان انا اعمل لوشي كده ليفتنج، وطبعا رقبتي اكيد بعملها بس بعد ما اخلص معاكوا ابقى اعمل رقبتي. بعد كده هستخدم برضو المرطب بتاع كيو في. انتوا عارفيني انا بحب قوي منتجات كيو في، باخد كده وبوزعه على ايدي الاول، ما بحطش الكريم دايركت على وشي وبمشي بايدي كده، يعني لفوق لوشي بسحب لفوق، فاهمين؟ وقصدي راسي بسحب لفوق، لكن للوش بعمل له ليفتنج كده، فاهمين؟ ورقبتي بعمل على فوق، بس زي ما قلت لكم هبقى اعملها بعد ما اخلص. نيجي بعد كده لكريم العين. هستخدم الكريم ده من عند لوريال اللي هو اسمه هاليرون اكسبرت اي كريم. الكريم ده انا جبته الصراحه من مدح ناس كتير قوي فيه. طبعا انا مش عارفه نفسي من غير البندانه والله يا جماعه. وبحط منه كده حبه حلوين. الكريم انا بستخدمه بالظبط دلوقتي بقالي اسبوع، يعني على ما ينزل لكم الفيديو هيكون بتاع 10 ايام ولا حاجه. بصراحة يا بنات ترطيبه خيال 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 خيال، يعني ده اللي اقدر اقول لكم عليه لغاية دلوقتي. بيرطب العين بشكل مش طبيعي، بيخلي العين كده شبعانة ترطيب بجد والله العظيم. هي ولا الشركة بعتالي ولا حد بعتلي، انا مشترياه بفلوسي، بس يا جماعة ترطيبه جدا خطير. بعد كده هستخدم كريم الليل ده من عند نمبر 7 اسمه ليفت اند لومينيت. ده كان نمبر 7 بعتنهولي، وقع كتير في الغطا فبقالي بتاع 4 ايام باخد من الغطا. بس الكريم يا بنات تقيل، يعني فعلا احسن كريم يعني ينفع يتقال عليه نايت كريم. ريحته خطيره خطيره خطيره، عارفين حاجه كده مهدئه للاعصاب والله العظيم بجد، ريحته جدا خطيره. انا بحب اعمل مساج للدقن كده عشان مع الوقت بتتحدد، يعني اما تفضلوا تعملوا مساج لوقت طويل بشكل معين لوشكوا وشكوا بيتحدد ده فعليا. وبعد كده بحط مرطب الشفايف ده اللي اسمه تانكو. ايدي مزفلطه عشان بيحمر لي شفايفي كده وبيخلي شكلها حلو.
على فكرة يا بنات والله ده الروتين اللي انا بستخدمه، مش حسوكة يوتيوب بقى ويبص انا بحط ايه والكلام ده خالص. الحاجات دي انا بعملها في الحمام، بفضل اعمل مساج لوشي ولعينيا وكل حاجة، يعني مش حسوكة يوتيوب خالص. وبس كده يا بنات، هي دي الطريقه اللي انا بشيل بيها الميك اب، ويعتبر دي اصح طريقه تشيلي بيها الميك اب. يعني زي ما انتم ملاحظين لو متابعين قوي هتلاقوا ان اغلب البراندز دلوقتي بتنزل منتج زي الفازلين كده عشان يسيح الميك اب، هو نفس الكونسبت بتاع الزيت بالظبط، لان ده اقل هلاك لبشرتك. يعني الميك اب وايب لما بتيجي تشيلي بيها الميك اب برده بتدعكي في وشك كتير، واما بتيجي حتى بالقطن تشيلي الميك اب بتدعكي في منطقه العين كتير، فمفيش احسن ولا اسهل ولا ارخص من منتج زي الزيت تدعكي بيه وشك كله، تسيحي او تفكي جزيئات الميك اب وبعد كده تمسحيها او حتى تغسلي وشك، مش هيكلفك مزيل ميك اب اصلا. وبس كده يا حلوين، ما تنسوش قبل ما تمشوا تعملوا لايك للفيديو، تشتركوا في القناه والقناه الثانيه بتاعت الفلوجز، وكمان تعملوا لي فولو على انستجرام من صوره الاكونت اللي بتبقى ظاهره قدامكم على الشاشه. وبس كده اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي.